من هذه اللحظة اتفاقية خطة العمل المشترك بين إيران وخمس دول فقط. من هذه اللحظة خمسة زائد واحد قد فقدت أحد الأعضاء، وفي هذه الظروف علينا اليوم أن ننتظر، علينا أن ننتظر الدول الست الكبرى في العالم كيف ستعمل تجاه هذه الاتفاقية. أنا شخصيا أصدرت تعليماتي لوزارة الخارجية خلال الأسابيع القادمة أن تدخل المحادثات في محادثات مع الدول الأوروبية، مع الدولتين العظميين، أقصد هنا روسيا والصين، بأن تقوم بالمشاورات وكذلك التقييمات والمحادثات الضرورية.